انضم الينا من اسطنبول الصحفي اسامه حميد. سيد اسامه، يعني ماذا لديك من معلومات حول النتائج التي يعني وصلت اليها تداعيات هذه الهزه الارضيه حتى الان؟ يعني اولا قد لا استطيع حتى هذه اللحظه اضافه يعني ما تفضل به الزملاء معكم، ولكن دعني اشير بشكل او باخر ان تركيا حقيقة تقع أصلا في منطقة تشهد يعني نشاطا زلزاليا قد يكون فعلا هو الأعلى في العالم، بالتالي دائما تركيا مستعدة لمثل هذه الكوارث، وإن كانت وإن كان هذا الاستعداد بشكل متفاوت. قد يكون يعني هذا الزلزال كان مفاجئا في الجنوب وجنوب شرق تركيا، وبالأخص أن كل الاستعدادات لمثل هذه الكوارث كانت تتركز هنا في اسطنبول على خط مرمرة، وهو الشاهد على زلازل كثيرة، وهو الشاهد أيضا على ضحايا أكثر إن أردت. ولكن حتى هذه اللحظة وزارة الدفاع التركية على الأقل قالت أنها سخرت الطائرات وجعلتها تحت أمرة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد. بالنسبة يعني الرئاسة التركية، ما زالت هناك اجتماعات متواصلة، وحسب التقارير الأخيرة أن الرئيس التركي ما زال يتلقى إحاطات حول ما يرشح عن هذا الزلزال. أنت تتحدث الآن ضمن مناخ طبيعي يعني غير عادي، هناك برودة، الطقس بارد جدا، ثلوج وما إلى ذلك، حتى أن المدارس من قبل هذا الزلزال كانت قد أعطت وزارة التعليم والتربية أعطوا تعليمات بتعطيل المدارس نظرا يعني سوء الأحوال الجوية. إذن تزامن هذا الزلزال أيضا مع سوء هذه الأحوال الجوية. جميع التقارير التي رشحت حتى هذه اللحظة هي غير نهائية، لا نستطيع أن نتحدث عن ملاطيا وحدها أو ديار بكر أو غازي عنتاب أو أنطاكيا، جميع هذه الأعداد هي غير نهائية. قد يكون الأعداد المباني التي دمرت مرشحة للزيادة، أعداد الضحايا مرشحة للزيادة، ولكن ما هو واضح حتى اللحظة أن ملاطيا كان لها النصيب الأكبر من ناحية الضحايا أو لناحية عدد المباني. بكل الأحوال وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الرئاسة التركية، آفاد، كلهم ما زالوا الآن يجتمعون ويراقبون، وهناك حقيقة استعدادات، وإن كانت هذه كما أسببت هذه الاستعدادات متفاوتة من مكان إلى آخر نتيجة يعني تفاوت البنى التحتية من مكان إلى آخر، وهذا موضوع آخر سيدي الكريم. نعم، هنا سيد أسامة يبدو التساؤل، يعني أو يظهر التساؤل عن مدى قدرة السلطات التركية واستعداداتها اللوجستية للتعامل مع مثل هذه الأحداث التي تتكرر في مناسبات عديدة. أريد أن أقول أن تركيا بطبيعة الحال قد اختبرت هذه الكوارث حقيقة، وقد تعايش، قد يعني هنا ليس من المبالغة لو قلنا أن تركيا قد تعايشت مع مثل هذه الكوارث وتحضر نفسها لمثل هذه الكوارث، وهناك أيضا يعني اتجاه نحو بناء بنى تحتية لمواجهة التحديات الزلزالية إذا صح التعبير. يعني أقرب ما يكون، يعني أنت عام 2020 على سبيل المثال زلزال على ما أذكر ضرب زلزال بقوة أقل بقليل بدرجة أعتقد شمال غرب تركيا، يعني وفي حينها ذهب عشرات الضحايا وعشرات الجرحى. أيضا لا تنسى أيضا في ذات العام أو بالعام نفسه ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجا،
أسفر في حينها عن مقتل 114 شخص، ولكن كانت المفاجأة في الجنوب وجنوب شرق تركيا. الجميع، نحن هنا في مدينة اسطنبول دائما، يعني أيضا ليس من المبالغة لو قلت لك أننا نشعر دائما بهزات خفيفة أو ضعيفة في كل فترة، ولكن كانت المفاجأة أن يكون الزلزال في جنوب وجنوب شرق تركيا، وشعرت به كما تعلم اليونان ولبنان وسوريا، وذهب من سوريا أيضا ما ذهب من ضحايا. إذن تركيا أمام يعني حالة يعني جغرافية بأن يعني قدرها الجغرافي أن تقع في منطقة دائما وأبدا تشهد مثل هذه النشاطات الزلزالية. ولكن يبقى السؤال بالنسبة، قد يسأل الآن المواطن التركي بعد أن يصحو من هذه الصدمة، وخاصة أنا كنت على تواصل مع بعض شهود العيان في مدينة غازي عنتاب، اتصلت بعض شهود العيان في مدينة أنطاكيا، ما يزال الناس يعني في حالة هلع في الشوارع حتى هذه اللحظة، وأنت يعني في أمام جو بارد وقارس ورياح عاتية جدا. فإذا المصيبة مصيبتان إذا صح التعبير، وهناك أيضا الخوف دائما والهلع من الاهتزازات الارتدادية حتى اللحظة، كما أفادت أفاد أنه كان هناك على الأقل 6 ارتدادات. إذا ما زال الخوف يملأ الجميع ويفترش الجميع ويفترشون الشوارع في ذات الوقت. ولكن دعني أؤكد على مسألة هي الأهم، الحصيلة النهائية لن تظهر إلا عندما ينجلي هذا الليل، بعد سنة الليل على فكرة في 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 في, في تركيا بشكل عام، يعني عندما يظهر النهار وستكون هناك مؤتمرات صحفية، حينها نستطيع أن نقول ما هي الحصيلة النهائية. حتى هذه اللحظة الضحايا ما بين 40 و50، لا نعلم حتى هذه اللحظة كم عدد الجرحى، كم عدد المباني في المتضررة، ملاطية 130، ديار بكر 15، وهكذا. ولكن لن نستطيع الحكم النهائي إلا على التقارير النهائية، وهذا ما سننتظره في الساعات القادمة. ماذا إمكانية التعاون بين السلطات التركية ونظيرتها في سوريا، لاسيما وأن أيضا عدد من المدن السورية أصيبت بشكل بالغ، وأعداد القتلى التي وصلت حتى الآن إلى 42 قتيلا وإصابة أكثر من 200؟ لا أعتقد أن المناطق، يعني هناك مناطق بالتأكيد تركيا لها يعني نفوذ في هذه المناطق، وأعتقد أن تركيا ستكون أيضا متجاوبة ومستعدة أيضا لتلافي ما يمكن تلافيه. ولكن المتضرر الأكبر حاليا في هذه في هذا الزلزال هو الجنوب والجنوب التركي، ولكن هل سوريا في الشمال السوري أن تكون تركيا غير مستعدة؟ لا أعتقد أن تركيا أيضا ستحاول الدعم وستحاول أيضا الدخول لتلافي ما يمكن تلافيه من أضرار بليغة وبليغة جدا في الشمال السوري، في دعني أقول في الشمال والشتات السوري في الشمال فقط. وزارة الدفاع التركية قالت إن طائراتها جاهزة للعمل في نطاق ما تريده إدارة الكوارث التركية. نعم صرحت هكذا وزارة الدفاع التركية. نعم هذا التصريح كان قبل ساعة من الآن أو أكثر، قالت أن الطائرات مسخرة جميعا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد. وهذا طبعا من الطبيعي ومن المنطقي أن يكون الجميع مستعد للتعاون لمواجهة مثل هذه الكوارث، التي كما أقول وأسلف أن تركيا حقيقة معتادة و مختبرة لمثل هذه الكوارث، وأن اختلف الأداء من يعني من زمن إلى زمن فقط لا غير. فقط نذكر سيد أسامة أننا الآن نذيع لقطات مباشرة من تركيا لهذه التداعيات أو الخسائر المادية الناجمة عن الهزة الأرضية، وقد يعني أصبحت يعني هذا التوقيت بالنهار حاليا، يعني الليل ذهب في هذه الولايات. نعم وبدأت فرق الإنقاذ كما يبدو على الشاشة
تحاول رفع الأنقاض لاستخراج من هم تحتها والمحاولة للبحث عن نجيب. وهذا ما كنت أريد. دعنا حتى ينجلي النهار، وقد بدأ النهار يعني يظهر رويدا رويدا، وستظهر الأعداد رويدا رويدا. وأريد أن أقول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل قليل أن جميع الوحدات والمؤسسات في البلاد هي في حالة تأهب بعد الزلزال الذي أصاب تركيا، ناهيك عن طبعا أن وزير الداخلية التركي أيضا قد تحدث في تصريح آخر عن استعدادات التركية لمواجهة ما بعد الزلزال. سأقول لمواجهة ما بعد الزلزال، أما الزلزال قد حدث وحدث، أما ما سيرشح عنه وكيف سيتلفه هذا سؤال آخر قد يطرحه الشارع التركي بكل حقيقة. الإحصائيات حتى الآن طبقا لوكالة الكوارث التركية 76 قتيلا و400. كنت سأتطرق لهذا الأمر قبل قليل، كنا نتحدث عن 44، الآن نتحدث عن 76، ربما بعد الظهر نتحدث عن 100، ربما عن 100. الله يعني إذن ما زالت الأعداد مرشحة للزيادة ضمن ظروف، انظر ضمن ظروف مناخية يعني غاية في البرودة، كما أسدت رياح عاتية، ثلوج، يعني الوضع حقيقة قد يكون أقرب للكارثة والمأساوية إن أردت. يعني الجميع، أنا قلت لك أنا اتصلت مع شهود عيان من مدينة غازيانتاب وإنطاكيا، بالرغم أن قد تكون مدينة غازيانتاب في الجنوب التركي قد تكون هي الأقل ضررا، ولكن ما زال الجميع في الجنوب التركي يفترش الشوارع ويفترش الثلوج حقيقة. يعني قبل قليل كان معنا المحلل السياسي جواد جوك، ويعني الرجل تحدث عن أن هناك تدابير لم تتخذ من قبل السلطات التركية بشكل كامل، لا سيما فيما يتعلق ببناء المباني وإعادة الإعمار في هذه المدن والولايات، وأن هذا البناء لم يكن مواتيا للأكواد الدولية للتعامل مع الزلازل. كيف تنظر وهذا ما يعني وهذا ما أشرت إليه، أن هناك تفاوت حقيقة في البنى التحتية من منطقة إلى أخرى أو من مدينة إلى أخرى، وهذا واضح للجميع. لذلك سنترك هذه، نحن كصحفيين علينا أن نراقب فقط لا غير، سنترك هذه الأسئلة للمواطن التركي ونترك الإجابة للحكومة التركية، وهذا ما سيتبين في الساعات القادمة كما قلت لك سيدي الكريم.